إحصائية إنه في 400,000 طفل سنوياً بيصابوا بالسرطان، هل ده حقيقي؟ منظمة الصحة العالمية مطلعة الرقم ده، ده حقيقي؟ ده رقم صح، وال WHO منظمة الصحة العالمية عاملة وورنينج جامد لكل نسب السرطان في العالم ان جنرال. بس اكتر حاجة مهمة لازم نعرفها ان نسب السرطان بتزيد اكتر، ومواجهين مشكلة كبيرة جدا. ان 70% من حالات السرطان اللي هتتكون في خلال ال5 سنين او 3 سنين اللي جاية هتيجي من البلاد اللي هي low and mid income country، اللي هي البلاد اللي هي الدول النامية. الدول النامية. معقولة؟ ودي مشكلة كبيرة جدا، لانه ليه طيب؟ لأسباب كتير. اولا احنا نقولها ممكن؟ اولا احنا عندنا في تغيرات حصلت، اللي هي وجود طبعا زياده نسبه السكان، دي سبب معين. زياده نسبه السكان نمره 2، عندك التغيير النمط الغذائي للناس، وجود حضرتك تقصد الفاست فود؟ بالظبط كده. يعني انا افتكر مره كنت مسافر، الكلام ده يمكن في خلال 97 او 98، مسافر على الطيران في مؤتمر رايحه في مصر، وكان الدكتور سرطان جاي من امريكا، وقابلته في الطياره، وكان اول ما مش عايز اقول اسم الشركه، بس كان الفاست فود اول مره يفتح في مصر في القاهره. فكان البرزنتيشن بتاع الدكتور ده على الستيج بيقول، كان طبعا الاعلان ده موجود في المجله جوه الطياره اللي احنا مسافرين عليها، بيقول وورن اوت، This is a worn out للبلاد النامية، لأنه أخطر حاجة كانت بتواجه سرطان القولون مثلا وسرطانات كتيرة جدا إن الفاست فود. الفاست فود وعدم وجود نشاط بدني، دول حاجتين مهمين جدا. الرياضة يعني. الرياضة. طيب السادة المشاهدين بصوا ركزوا كويس جدا، لأن ده ليكوا ولحياتكم ولصحة أطفالكم. الفاست فود لحد دلوقتي خطر جدا، و الممارسة عدم ممارسة الرياضة، ان احنا قاعدين على طول مكسلين، ويعني انا بقول لنفسي برضو الكلام ده. الحاجة الثالثة ودي مهمة، ان كان زمان الناس بتموت اكتر في البلاد النامية من الانفكشن، من الامراض الوبائية. طبعا دي رجعت اخدت باك ستاب، وبقى الكانسرز اللي هي لما بدأنا ليتلي بالكورونا. لا، الكورونا جت وراحت، لكن انت عندك الامراض القديمه اللي هي كانت امراض الشلل والامراض الكوليرا وامراض كل امراض المعديه. دي طبعا كانت بتاخد نمبر 1 في بلاد الناميه لاسباب الوفاه، الديهايدريشن اللي هي الجفاف والكلام ده. دلوقتي تاني سبب للوفاه في العالم هو السرطان، والسرطان يمثل مشكله كبيره جدا، لانه الريسورس المصادر لانه علاجه غالي جدا. و لا يعني الوفاة بسبب عدم إمكانية العلاج؟ لا، ده انت لازم تشخصي الأول، التشخيص المبكر. وفي مثل الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر. ودي طبعا السكرينينج اللي انت مثلا، انا كانت البحث بتاع الدكتوراه بتاعي كان على سرطان عنق الرحم. سرطانات عنق الرحم دي طبعا هنا في امريكا والبلاد المتقدمة دي اولموست ما بنشوفهاش. ليه؟ لانه بقى فيها فاكسين وفي وعي ان يحصل سكرينينج اللي هو الباب سمير. في مصر لسه ما بنشوف حالات متقدمة جدا. مش بس مصر، بلاد الان جنرال افريكا والبلاد النامية، وده سببها ان الناس ما بتعملش السكرينينج. فحالات الكانسر سيرفكس او السرطان الرحم اللي اندثر من العالم almost very very rare، انت تشوفيه بقى قليل، لسه موجود في مراحل متقدمة في البلاد النامية. وده مثل للسكرينينج. في حاجة تانية مهمة جدا، ودي طبعا بتضايقني جدا لما بسافر مصر، اني بشوف الدكاترة مثلا بيشربوا سجاير. فالسجاير والتدخين اللي هو هنا ابتدى الناس تنبوزه. بس بيشربوا سجاير فين يعني؟ جوه الشغل؟ لا، أنا مش ولا قصدك التدخين يعني مبدأ التدخين؟ لا ألوم وظيفة معينة، بس طبعا الدكاترة اكتر ناس عارفة تأثر التدخين على الصحة، مش بس السرطان. فالتدخين لسه من ضمن الحاجات اللي لسه فيها عدم وعي in general، وبلادنا لسه محتاجة push اكتر بالوعي على عدم التدخين.